اسمحوا لي تكون البداية مع دكتورة أمال، تعرفينا أصلا يعني إيه طلاق الفرار. أنا قلت كده معلومة سريعة بس برضو الناس ممكن تقولك لأ مش فاهم، يعني إيه واحد يطلق مراته عشان عارف إنه حيموت؟ خلينا نتكلم عن الطلاق عموما وازدياد حالات الطلاق في الفترة الأخيرة. يعني عندنا كده ظاهرة ابتدت تظهر. احنا طول عمر الطلاق موجود طبعا، ولكن كانت نسبه النسب بتاعته مختلفه تماما. احنا في مرحله مصر وصلت فيها الاولى على العالم في نسبه الطلاق، تتكلمي في ان كل دقيقه في حاله طلاق، ولغايه دلوقتي احنا الاول المركز الاول في الطلاق. فاحنا عندنا مشكله حقيقيه. ابتدت بقى تظهر بقى انواع للطلاق، في طلاق الموبايل وطلاق الرسائل يعني ابتدت الناس تستحدث كده مع التطور الاجتماعي وتطور وسائل الاتصال الاجتماعي. بقى في ناس بتطلق بمسج، وظهر بقى معاها النوع الجديد واللي برجع اسبابه للتغير الاجتماعي والثقافي، وزي ما نقول ايه، انسحاب العادات والتقاليد والقيم. الدنيا اختلفت تماما. يعني طلاق الفرار ده موجود من زمان، لكن كانت نسبته تكاد تكون معدومه، نسبه قليله جدا. عمري ما كنا نسمع المصطلح ده. يعني انا كتير جدا لما كتبت طلاق الفرار والحلقه النهارده قالوا لي يعني ايه؟ فانا قلت لهم لازم تتابعوا الحلقه. طلاق الفرار هو رجل، عاده الرجل ده تزوج زوجه ثانيه، وممكن يكون محتفظ بالزوجه الاولى او لا، وفي اغلب الاحيان بيبقى عنده اولاد وبيتزوج زوجه ثانيه وغالبا ما خلفش منها. يعني كل حالات طلاق الفرار اكيد ما بيفرش من مراه، من ام من اولاده، غالبا بتكون من زوجه تانية ما خلفتش منه. وممكن بتعيش معاها سنين. يعني انا بكلمك في حالات عاشت 10 سنين و15 سنه و20 سنه. يعني عاشت عمر، يعني متخيله حد عايش ومكمل معاك ومطمئن؟ هي دي القصه بقى. انك انت واخد واحده وجوزتها وربيت لك ولادك، وبعد ما ربيتهم وجوزتهم انت حسيت انك هتموت؟ لا خلاص كفايه كده، كتر خيرك، متشكرين، باي باي. يطلقها من غير حتى ما يعلمها، بطلاق غالبا غيابي. يعني غالبا بيكون الطلاق غيابي، باي باي، عشان ما تورثش فيه. بالظبط. بس هو الفكره بقى، انت كل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ما تدخلش الميراث. لانها طبعا الزوجه ليها التمن في الميراث، في المعاش. فلو هو عنده بنت فيقول ايه؟ ما هي كده هتشارك بنتي في المعاش، فطلقها. فالافضل اطلقها بقى وخلاص. طب ما الست دي اديتك وقت وعمر ومجهود وسنين كتيره جدا، وهي مطمنه انها مكمله معاك. فانت خدت قرار الطلاق وسبتها بقى، غالبا بتكون يعني تخيلي واحده متجوزه مثلا مطلقه وعندها ولد وبنت، مطلقه عندها اولاد، فوافقت بالجواز بالطريقه دي عشان تساعد في تربيه ولادها، وخلاص مطمنه ومكمله معاك، وهي ملهاش اي دخل تاني غيرك. يعني في نسبه كبيره ما بتبقاش بتشتغل، وبتبقى سنها كبير، 50 55 60. حاسه كده بنوع من الغدر شويه. بالظبط، هي قصه الغدر اللي حضرتك بتشرحيها دي. بتتكلمي في شخص خدت كل حاجه، اللي هو اغلى حاجه في حياه اي انسان في الدنيا عمره، هو الوقت اللي احنا دايما طول الوقت بنهدره ده. العمر اغلى حاجه في الدنيا. هي ما ادتكش فلوس، بس هي ادتك اغلى من الفلوس. لان الانسان في اي وقت في حياته ممكن يعمل ثروه، ممكن في لحظه تعملي ثروه، لكن مستحيل ترجعي دقيقه عدت. صحيح. مستحيل ترجعي يوم في حياتك. صحيح. كل يوم هي اديتهولك ده كان بمقابل فلوس. فكونك ان انت وصلت لمرحله الاستغناء ده، ولا انا ممكن بقى خلاص انا مش عارف انا عايش، هو انت دخلت كده في حكم ربنا؟ هو انت على اساس ايه قررت يعني تاخد القرار لوحدك؟ انا خلاص مش عايز، وانا خدت اللي خدته وخلاص، وولادي يبقى لوحدي. حضرتك عرفت انك عندك مشكله صحيه او مرضيه، وان احتمال طبعا الاعمار بايد ربنا سبحانه طبعاً وتعالى. بالزبط. بس يعني احيانا بيبقى في امراض بيبقى صاحبها عارف ان هو خلاص نهايته قربت. اه يعني. بالظبط. فده ادعى انك تخاف من ربنا بقى، يعني ده ادعى انك تحاول تعمل الاعمال الطيبه، مش تظلم، مش تغدر. لا، هي الفكره بتبقى فكره دنيويه بحته. انا بفكر دلوقتي ايه المكاسب. طب المكاسب ايه؟ خلينا نحسبها. انت خدت عمرها 10 15 20 سنه، خدتهم ايه المقابل اللي اديتهولها؟ كانت بتاكل وتشرب وتصرف عليها؟ ده ولا حاجه في المقابل اللي انت خدته، انها ربيت لك ولادك، وقفت جنبك، حتى لو ما ربيتش ولادك فهي شاركتك سنين عمر كتيره. فيبقى المقابل بتاعها بدل شكرا ان انت تقول لها لا، طب انت سبتها كمان وهي ما بتشتغلش. يعني في نسبه كبيره جدا ما بتشتغلش. طب احنا عايزين يا شباب حد بس من علماء الدين زي ما بفكركم بس بمداخله لو سمحتوا. عايزين المداخله تجهز معانا من فضلكم.